أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج عيدنا نضال، أولى حلقاتنا والذي سنطل عليكم من شرفة الفرحة المرصعة بالنضال والعمل الدؤوب. سنرافقكم خلال أيام العيد المبارك من جبهات القتال، من جوار أبطال الجيش الوطني الذين يناضلون في الصفوف الأولى خلال أيام العيد المبارك. عيدنا نضال يتكون من ثلاث فقرات، الفقرة الأولى ستكون مع الفريق الذي سيرافقنا خلال الزيارة إلى جبهات القتال، والفقرة الثانية ستكون لقاء مع المناضلين في جبهات القتال، فيما تكون الثالثة هي زاد الرحلة أو زاد القافلة، يلقي أحد أفراد التوجيه المعنوي محاضرة ويسلم لهم شهادة النضال. الآن نلتقي بقائد الفريق وهو ركن التوجيه المعنوي بالمنطقة العسكرية الثالثة ليحدثنا عن خط الرحلة أو خط القافلة لهذه الحلقة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وجهتنا اليوم إلى جبهة كانية لنزور أبطال الجيش الوطني هناك ونهنئهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، وستشاهدون إن شاء الله ما يسركم. ومعنا مساعد دائرة التوجيه المعنوي العقيد أحمد الأشول، وهو الذي سيكون معنا خلال هذه الحلقة إلى جبهة قانية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بفضل الله سبحانه وتعالى سيكون عيدنا نضال وأعيادنا كلها أفراح، وسيكتمل نضالنا بتتويج النصر الذي سيكرمنا الله سبحانه وتعالى، وهو استكمال النصر وتحقيق الحسم، وهذا ما سنراه واضحا وجليا في وجوه أبطال رجال جيشنا الوطني في جبهات القتال، وبالأخص في جبهة قانية التي نتوجه إليها الآن بإذنه تعالى. للعيد فرحة تبقى على أي كدر، لكنها للعيد فرحة خاصة ونكهة ذات طابع نضالي معين حينما تكون في خط النضال أو عندما تكون في مواقع الشرف والبطولة. الآن سنتحرك إلى جبهة قانية لنتحدث ونلتقي بأبطال الجيش الوطني في يوم العيد المبارك لنبادلهم التهاني والأماني بمناسبة هذا العيد، ونستطلع معنوياتهم وننقل رسائلهم. تابعونا. مشاهدينا الكرام من جديد أهلا بكم، نحن الآن نواصل السير إلى طريق النضال إلى جبهة قانية، وهي الجبهة التي شهدت انتصارات في الأيام الأخيرة. مساعد دائرة التوجيه المعنوي زار هذه الجبهة قبل أيام، كم تبعد الجبهة من مدينة مأرب؟ تبعد الجبهة عن مدينة مأرب تقريبا في حدود ساعتين ونص. كيف الوضع هناك عندما زرت الجبهة والتقيت بأبطال الجيش الوطني هناك؟ والله وجدنا رجالا يحملون هما وقضية وهدف، ومن يحمل هم وقضية وهدف تجد روحه معنوية ومرتفعة، لأنه يريد أن يحقق هدفه ويصل إلى غايته ومبتغاه. جيشنا وأبطال رجال الجيش الوطني في أرض الميدان هدفهم وهمهم الوحيد كيف ينتصر اليمن، كيف تحقق الشرعية، وكيف تعاد الدولة اليمنية التي سلبها هؤلاء الانقلابيون، الفئة الباغية المتمردة الانقلابية. شكرا لك. جبهة قانية هي تتبع الجبهات التابعة للمنطقة العسكرية الثالثة، ماذا تعني استعادة منطقة قانية ومنطقة الوهبية أولى مديرية محافظة البيضاء، ماذا تعني لنا في معركة الحسم ومعركة تحرير الوطن؟ من المعلوم أن محافظة البيضاء بشكل عام هي المحافظة التي تقع في قلب اليمن، ولذلك استعادة جزء من هذه المحافظة أو المحافظة بشكل عام
قطع كثير من خطوط الامداد للميليشيات الانقلابيه. مشاهدينا الكرام، نحن تابعنا الأحداث الأخيرة والانتصارات التي حققها أبطال الجيش الوطني في جبهة البيضاء، في جبهة قانية وناطع. سنواصل شق طريقنا إلى جبهات القتال برفقة قيادة التوجيه المعنوي في الدائرة وفي المنطقة العسكرية الثالثة، وسنلتقي بأبطال الجيش الوطني في فقرة مناظرون. تابعونا. فقرتنا الثانية وهي فقرة مناضلين، وفيها سنلتقي بأبطال الجيش الوطني المرابطين في الصفوف الأمامية وفي المؤخرات وفي المواقع في جبهة قانية، لنستطلع عن معنوياتهم ونهنيهم ونتبادل التهاني والأماني بمناسبة هذا العيد وبمناسبة الانتصارات، ولننقل رسائلهم إلى الشعب اليمني. معنا هنا أحد أفراد الجيش الوطني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير. مبارك، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم ومرحبا بكم. كيف الوضع هنا في جبهة قانية، وكيف هنا العيد، وكيف الفرحة، وكيف معنويات أبطال الجيش الوطني؟ حدثنا. من فضل الله عز وجل معنويات الأبطال عالية جدا، وجمع الله عز وجل في هذا الشهر المبارك بين الرباط والجهاد والانتصارات والأخبار الطيبة التي تأتينا من الجبهات الأخرى، خاصة من الساحل الغربي. ونحن في هذه الجبهة منذ حوالي شهرين أو أكثر، وفي تاريخ 12/4 كتب الله عز وجل انتصارات قوية جدا في جبل مسعودة وفي العر وفي خدار العرجاء وفي نفس قانية، والحمد لله رب العالمين الأمور طيبة. ما هي المناطق التي تلي هذه المواقع باتجاه مواقع الميليشيا؟ الآن ندخل على الوهبية، وبعد الوهبية نأتي على عفار ثم السوادية ثم رداع، ويفصلنا عن عفار حوالي 30 كيلو، ويفصلنا عن رداع حوالي 40-50 كيلو، والأمور طيبة إن شاء الله تعالى. فعلا، إذا التضحية باللذة مع الأهل والأحباب والأقارب من أجل دفع الألم والمصيبة هي بحد ذاته عيد وانتصار وفرحة، وهو مكسب واضح. سنتحرك في هذه المواقع لنتحدث مع أبطال الجيش الوطني. تابعونا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير. وكل عام طيب، وأخواتي مباركة، وعيد مبارك علينا وعليك وعلى الشعب اليمني وعلى جميع أفراد وقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. كيف تشعر بالفرحة والعيد والسعادة وأنتم هنا في مواقع النضال وفي ميادين الشرف والبطولة بعيدون عن الأهل؟ والله نشعر بالفخر ونشعر بالسعادة، ونحن نقضي أيامنا المباركة رمضان وفترة الإجازة فترة العيد في مواقع الشرف والبطولة، نفتخر بما نقوم به لعدالة قضيتنا لتحرير وطننا. لن نتراجع ولن نتزحزح حتى تحرير آخر شبر من أراضي الجمهورية اليمنية. أمنيتك في أن يكون العيد القادم أين؟ بإذن الله ومنه وكرمه وتوحيده، أمنيتي أن نرفع علم الجمهورية على القصر الجمهوري وعلى جمال مران كما وعدنا بها الأخ رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي، وأن يتحقق للشعب اليمني أمنياته وتحريره وتحرير وطنه واستكمال اليمن الاتحادي من 6 أقاليم. إذا شكرا لك. عبر برنامج عيدنا نضال، وهو خصص لأبطال الجيش الوطني المرابطين في الجبهات، من تحب أن تهنئ بهذا العيد بالتزامن مع الانتصارات التي يحققها زملائكم في الجيش الوطني في الساحل وفي الجوف وفي كافة الجبهات؟ أهني القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي ونائب رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء، وأهني قيادة الجيش الوطني عامة، صف وضباط وأفراد وجنود، وأهني المقاتلين. أبارك لأخواننا وزملائنا في المنطقة الخامسة للانتصارات والتقدمات التي حصلت في الحديدة، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله الشفاء العاجل للجرحى والرحمة للشهداء لجميع أفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، ونقول لهم عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. شكرا لك، وكل عام وأنتم بألف خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عيدك مبارك، كل عام وأنتم بألف صحة وسلامة. في هذا العيد المبارك من تحب أن تهنئ؟
أولا نهنئ كل أم شهيد، نهنئ كل أبو شهيد، نهنئ كل ابن شهيد، نهنئ كل أسرة شهيد، ونهنئ أنتم الإعلاميين الذين تزورون إلى المدارس الأمامية وإلى الصفوف الأمامية الذين تنقلون قلب المعركة وفي الواقع وكلما تجري حوله المعركة. شكرا لك أنت. إذن سنتحرك ونكمل باقي الحلقة في بقية المواقع في جبهة قانيا في الخطوط الأمامية وفي مؤخرة التعزيزات، لنلتقي بأفراد الجيش الوطني. كونوا معنا. عيدكم مبارك وكل عام أنتم بالخير إن شاء الله جميعا، إن شاء الله بيكون علينا بالسعادة جميعا إن شاء الله. وعيدنا أكبر عيد عندنا هو الانتصارات الذي تحققها الشرعية في ظل هذه الفوضى العارمة الذي أوجدها الحوثي، شفت كيف الخبر. والنضال عندنا المعنوي عندنا مرتفعة جدا ومرابطين كما تشوفون الآن، وإن شاء الله من نصر إلى نصر وما يكون إلا كل خير بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله. عبر برنامج عيد النضال، تريد أن توجه رسالة إلى أهلك، إلى المواطنين، إلى الشعب اليمني المنكوب بهذه الميليشيا؟ والله نوجه لهم، نقول لهم عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، ونوجه للمواطنين في أرجاء اليمن أن يكونوا يدا واحدة متكاتفين ضد هذه الميليشيا الذي أرادت هدم وتدمير البلاد. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. على الجميع إن شاء الله بالخير والنصر القريب العاجل بفضل الله عز وجل. الحمد لله الشباب في اللواء 117 وفي لواء الشدادي وفي كتيبة المدد، كل الناس مستبسلين، تركوا أهلهم، تركوا أعيادهم في بين أسرهم وأهاليهم، ومكثوا في الجبهة يستشعرون الأجر والثواب. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حبهم لدينهم ووطنهم وتضحيتهم في استعادة الكرامة المنهوبة من قبل هذه الميليشيات التي لم تترك أي شيء للمواطن البسيط إلا أخذت. ف يعني نبشر أنفسنا جميعا بأن أنا عند أن أنظر لرفقائي في الدرب للزملاء في ثباتهم واستبسالهم أقول أن الأمور إلى خير بفضل الله عز وجل، وإنما النصر ساعة والفرج الله قريب بفضل الله عز وجل. والشباب في قانية جميع الألوية المشاركة مستبسلين وإنما ينتظرون إشارة البدء من القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبد ربه منصور هادي وكذلك نائبه وقيادة الجيش الوطني. فنحن في رباط مهما استمرينا في هذا العمل، وكل يوم والتضحيات والخسائر التي تكون في صفوف العدو إلى ازدياد، وكل يوم إلى انهيار بفضل الله عز وجل ثم بفضل هؤلاء الرجال المرابطين. إذن أين وصل الجيش الوطني في هذه المواقع؟ ما هي المواقع الآن التي تلي المواقع المحررة والتي هي تعتبر مواقع مستهدفة لكم؟ والله نحن الآن في مع جميع الألوية في لواء الشدادي وكتيبة الشدادي وكتيبة المدد وغيرها من القبائل التي لها الدور الكبير في جبال اليسبل بعد العر وكذلك بعد خدار العرجاء ويعني قطاع لواء الشدادي والقبائل، كلهم ينتظرون إشارة البدء فيما بعد أن يتوجهوا إلى عفار بعد الوهبية، وبعدها ستكون الأمور إلى خير بفضل الله عز وجل. الكفاح له فرحة عندما تعرف أنك تمنح حياتك فداء لحيوات الآخرين، وأنت المؤمن بأن إنقاذهم من الجوع والقهر والظلم والذل جدير في سبيل التضحية من أجله. أهلا بكم مشاهدي الكرام في آخر فقرة من برنامج عيد ونضال، وهي فقرة زاد النضال، وفيها يلقي فريق التوجيه المعنوي كلمة توجيهية لأبطال الجيش الوطني ويتبادلون معهم التهاني والأماني. السلام عليكم أيها الأبطال المقاتلون، وهنيئا لكم الانتصارات، ومبارك عليكم
العيد بل الأعياد أعياد الانتصار. حق لكم أن تفتخروا وحق لكم أن تفرحوا بهذا العيد، عيد الفطر وعيد الانتصار. أنتم هنا عيدكم عيد انتصار، انتصار لأولئك على أولئك المجرمين، انتصار لتحرير أولئك المستضعفين وتحرير لأولئك المعتقلين، انتصار للضعفاء، انتصار لعودة الشريد والطريد والمشرد والمضارد، عودة المظلوم إلى أهله. تنتصرون هنا للإرادة وللحرية، تنتصرون لكي تعود العقول المهجرة إلى هذا البلد لتبني لتصنع لتنتج، ليعود الابن إلى أبيه وليعود المقاتل إلى أطفاله وإلى أهله. أنتم هنا تنتصرون لقيم الحرية بكل ما تعنيه هذه الحرية. أنتم هنا تضحون من أجل شيء غالي، ولو لم تكن الحرية غالية لما رخصت من أجلها الأرواح. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ويقول: وما لكم ألا تقاتلون في سبيل الله، وما لكم ألا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الآن ممكن أن يلقي عليكم العقيد أحمد الأشوى المساعد دائرة التوجيه المعنوي، يلقي عليكم كلمة توجيهية، فليتفضل. مشكورا. حياكم الله أيها الرجال أيها الأبطال، وأحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة في الجنة، تحية السلام، تحية الحرية، تحية النصر والانتصار، وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الرجال، أنتم الآن تقومون بمهمة الأنبياء ووظيفة الأنبياء، لأن مهمة الأنبياء ووظيفة الأنبياء هي القضاء على البغي والطغيان والفرعونية. مهمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء ليحرر الإنسان من عبودية الإنسان لأخيه الإنسان، وليكون الإنسان عبدا لله، وأنتم ما أخرجكم إلا ذلك. أنتم هنا لتحافظوا على هوية البلد، على هويتنا الوطنية وهويتنا الدينية وهويتنا الإسلامية التي كادت وأرادت هذه الفئة الباغية المتمردة الإنقلابية أن تنتزعها منا وأن تأخذها، ولكن هيهات لها ذلك، فخاب ظنها وخاب فعلها واستطمت في صخرة أبطال ورجال جيشنا الوطني الأبي وشهداءنا الأبرار وجرحانا الميامين وأسرانا الأبطال ومختطفينا. هؤلاء كلهم ضريبة لهذا النصر الذي أنتم تسطرون صفحاته، وهذا النصر الذي سنجني ثمرته. ونقول إن أعيادنا وفي متارسنا وإن أعيادنا وأفراحنا يوم النصر الأكبر، يوم أن نحتفل في السبعين، يوم أن نحتفل في صنعاء، يوم أن نحتفل في مران. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة، واليمن بخير وصحة وسلامة، وقيادتنا السياسية والعسكرية أيضا بخير وصحة وفرح بالانتصار الكبير، إنه على كل شيء قدير. باسمي واسم زملائي في الكتيبة الثالثة من اللواء 117 مشان نزف آيات أسماء آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي ولشعبنا اليمني في سهولها وجبالها، ونقول لهم إننا هنا في جبهة قانية نشعر بالراحة والطمأنينة والسرور لأننا نؤدي هدف وغاية هي تحرير اليمن من الميليشيات الإنقلابية الخارجة عن القانون. من هنا نعاهد الله ونعاهد الشعب اليمني والقيادة السياسية أننا ماضون في استعادة الحق المغتصب حتى آخر قطرة من دمائنا. بالروح بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن. إذن شكرا لكم. أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم، والناس تزعم نصر الدين مجانا، باتوا عاشوا على الحب والأرواح أفئدة، باتوا على البؤس والنعماء إخوانا، الله يعلمهم أنصار دعوته والناس تعرفهم للحق أعوانا. إلى هنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا الأولى من برنامج عيدنا نضال. هذه تحياتي أنا محدثكم ناصر الجمرة وزميلي في التصوير ياسر ضبر وكل فريق العمل، إلى أن نلقيكم في حلقة جديدة وفي جبهة جديدة،
ومع أبطال المناضلين في برنامج عيد ونضال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.